مرحبا حبايبي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا الدكتوره روز وانتوا بتحضروني على فود از ميديسين. مين قال ان الصح مش زاكي؟ الصح زاكي كتير بفود از ميديسين. يلا نحضر اكلتي المفضله، مجدره. مشان نحضر المجدره، مبدئيا بدنا نبلش، بدنا نسلق العدس. حطيت مي وافره، ملحت، وبنفس الوقت كمان هلا رح اتركهم على درجه حراره متوسطه يغلوا لعبين ما يستووا. بهذه الاثناء وقت كتير قصير، وقبل ما اشعل النار رح احط الزيت. فوق الزيت رح اضيف البصل المقطع، وبهي الأثناء أنا بقدر أشعل النار وأستنى لعبين ما يستوي البصل. هيك بتكون البصل تقريبا استوت. أنا مش معني أنها تكون محروقة على كل حال، يعني تقريبا بديها تكون شقرة شوي بس قبل ما تنحرق. بهي الأثناء أنا مفروض أنه أنا أخذ البصل وأضيفه فوق العدس اللي اوريدي استوى. بهي الأثناء أنا بضبط الملح وبضبط كمان البهارات. رح بخليهم يغلوا مع بعض شوية صغيرة، وهلا بتأكد أنه أنا ضفت شوية فلفل أسود، دائما كمون، وأكيد طبعا الكركم. هلا ضفت انا الرز اللي انا كنت نقعته. لكل واحد عدس بستعمل واحد رز، ولكل كاسه رز واحد ونص مي. لما غليت طبعا انا هلا نوست عليها النار وغطيتها وتركتها لعبين ما يستوي الرز. لما تنشفت المي تقريبا عن وجه الرز وقرب يستوي، في هلا خطوة كتير مهمة انا بالنسبة الي، انا بضيف بهاي الحالة زيت زيتون اكسترا فيرجن. هلا اللي رح يصير انه انا رح اغطي عليهم واتركه لعبين ما يستوي ولعبين ما يتنبت. بهاي الاثناء انا بدي احضر السلطه. رح استعمل سلطه عاديه تقليديه. رح افرم الخس، انا هون بستعمل خس رومين بس من الصغير، فرمته بهالطريقه. رح اضيف فوقه طبعا بندوره مفرومه، طبعا بصل احمر مفروم صغير، النعناع الطازه برضو ضفناه، الليمون اللي انا بعصره على السلطه برجع كمان بفرمه وبحب اضيفه على السلطه، بحب تعمل حامض شوي. طبعا كمية كبيرة جدا من البقدونس، كمية كبيرة جدا من ورق الكزبرة الخضراء، وزي ما شفتوا طلعت بيرفكت. حب الرز مستوي ومفلفل ولا حب مخبصة. بالنسبة للجارنش طبعا هذا اشي كتير طبعا اختياري، انا بفضل اضيف عليه شوية سماق، منه بيعطي شكل ومنه كمان بيعطي حموضة، وبحب ازينه كمان بالبصل الاخضر واكيد طبعا بالليمون. هذا كان كل شيء بالنسبة لليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير واشوفكم دائما على خير. باي باي.